السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، هذا الفيديو هو توضيح عن الـ tutorial sheet number 1 وعن الـ choices اللي طلبناها من عندكم للفصل الأول. بالنسبة للاختيارات، يعني كان مثلا الاختيار الأول أو السؤال الأول بالاختيار الأول هو in a heat engine cycle which of the following process occurs. Heat is transferred from furnace to boiler, work is produced in turbine rotor, steam is condensed in condenser. لو نرجع على الـ heat engine cycle، راح نشوف انه كل هذول الثلاثة تحدث اثناء الـ heat engine cycle، فالاختيار الصحيح هو فرع D. بالنسبة الى الفرع الثاني، الاختيار الصحيح هو فرع B. بالنسبة الى الفرع الثالث، الاختيار الصحيح هو فرع B ايضا. وبالنسبة الى السؤال الرابع، الاختيار الصحيح هو ايضا فرع B. بالنسبة إلى السؤال الأول، عندك كان باور بلانت ويدخل ب سوبر هيتد ستيم، يدخل بالخارج من البويلر بضغط مقداره 2800 كيلو باسكال ودرجة حرارية 598 كلفن. هذا يدخل إلى التوربين and expanded to condenser pressure of 5 كيلو باسكال. كان الخارج من التوربان ويدخل بالكوندنسر بضغط مقداره 5 كيلو باسكال. Assuming an isentropic turbine efficiency equal to 85% and pump efficiency 80% and rate capacity of a plant is 1000 كيلوجول بير سكند. اللي كان دا يريد يطلبه هو ايش قد راح تكون الافشنسي للايديال راكن سايكل وايش قد الافشنسي فور ريل سايكل، والمطلب الثالث كان هو rate of steam production. بالنسبة لل هذا السؤال، طبعا هو مشابه كثير للمثال اللي احنا حليناه، وانا استلمت كل الحلول مالتكم يعني انطيت اجابات عليها، بس انا احب انوه على الاخطاء اللي كانت موجودة بالحل. يعني شفت اخطاء مثلا كانت بقراءة ال H الانثالبي والانتروبي من ال سوبر هيتد ستيم تيبل. يعني هذا درجة الحرارة هي 598 كلفن اللي موجودة ترى بالستيم تيبل، اللي دا تشوفها بالدرجة الحرارية هي سنتيغريد. فلهذا دا أشوف أغلب الطلاب كانوا يخربطون، يروحون إلى ضغط مقدار 2800 بس بدرجة حرارية سنتيغريد 598 سنتيغريد. هذا كان الخطأ مالتهم، يعني كان قراءته من الجدول كانت قراءة خاطئة، قراءة الانثالبي والانتروبيك. يعني هذا هو جداول السوبر هيتد ستيم تيبل. هذا اللي فوق اللي دا تشوفها درجة الحرارة اللي فوق مكتوبة هنا سنتيغريد، والجوهة اللي بين قوسين هي الكلفن. فالخطأ اللي شفته من الطلاب انه هو كان يباوع على الفوق، هذا كان يباوع على 550 و600 وسوي انتربوليشن بين الاثنين. هاي 550 و600 هاي درجة حرارية موجودة بالتيبل هي سنتيغريد، ترى اللي موجودة بالكتاب بالسؤال كانت كلفن، فلازم انت تحول. لهذا كانت طبعا القراءات مالتهم يقرأ ليها هنا حوالي 3600 او كذا، وهذا القراءة غير صحيحة. فلهذا لازم تباوع، يعني اللي بين قوسين هو الكلفن، اللي فوق هذا درجة حرارية سنتيغريد. هذا من جداول السوبر هيتد ستيم عند درجة حرارة 598 كلفن ودرجة وضغط مقدار 2800، فورا ما نسوي انتربوليشن راح تطلع قيمة ال H2 3063 وال H2 6.687 وتكمل الحل. يعني أنا شفت طريقة الحل هي كلها صحيحة، بس بعض الطلاب كانوا يخربطون بقراءة القراءة واستحصال النتائج مع الانثالبي ومن ال سوري استحصال النتائج الانثالبي والانتروبي من الجداول، يا كان خطأ. الفرع الثاني كان المطلب من عنده بالسؤال هو هذا، كان دا يريد من عندك لقيت قيمة الـ thermal efficiency of the plant، وهي معناه لازم أخذ بنظر الاعتبار الكفاءة اللي هو يشتغل بها التوربين والكفاءة اللي يشتغل بها المضخة، وكان الحل اللي انتو طلعتوه كان حل صحيح. نيجي على الفرع الثالث، الفرع الثالث اللي هي كانت بالخربطة. الفرع الثالث احنا طبعا نعرف هو طبعا الايديا من عندك وش قد كمية الستيم الناتج لازم استخدمها حتى انتج بها هاي مقدار الطاقة اللي هي حوالي 1000 كيلو جول بير سكند. هو من قال لي انه وش قد ستيم لازم استخدمه حتى انتج مثل مقدار هيش الطاقة؟ معناها هذا هو دا يشتغل براكتيك،
تربين براكتيكال باور بلانت يعني تطبيقي. والتطبيقي لازم شنو اللي ناخذ بنظر الاعتبار؟ هو نفس دورة الرانكين، لكن اخذ بنظر الاعتبار انه العملية هي مو ايزونتروبيك، يعني لازم اخذ بنظر الاعتبار النتائج اللي طلعتها من فرع بي. هذا هو كانت يعني هو تكملة لفرع بي وليس تكملة للفرع اي. فمن أجي أحسب الشغل هنا أنا هو فرع سي، طبعا هذا هو مكرر نفس هذا بس بالأرقام، بس هذا هو الطريقة اللي طلعناها. الفرع سي ال W net في صافي الشغل لازم أخذ نظر اعتبار مقدار الكفاءة لكفاءة العملية. كفاءة العملية طلعتها أني من فرع بي باعتبارها هو تطبيقي يعني وليس مثالي، فلازم أخذ نظر اعتبار كفاءة العملية. فكفاءة العملية اللي طلعتها من فرع بي كانت هي حوالي 29%، فأحتاج أنه حتى أحسب مقدار الشغل صافي الشغل كفاءة العملية. طيب نجي على المطلب الثالث من السؤال الأول. المطلب الثالث طالب من عندك the rate of steam production، إيش كانت قيمة الستيم اللي راح يتولد بالبويلر؟ طبعا هو من ده يطلب هيك شيء، او مقدار الستيم راح يتولد، ومنطيك مقدار ال rate capacity of the plant. انا هنا من ده يحكي على باور بلانت تطبيقي وليس مثالي، فهو منطقيا هو تكمل الفرع بي وليس تكمل الفرع اي، لان يعني فرع بي هو ماخذ نظر الاعتبار الثيرمال افشنسي للبلانت، ماخذ نظر الاعتبار مقدار انه الافشنسي للبام والافشنسي للتوربين، بمعنى انه ما يشتغلون بصورة ايزانتروبيك. لهذا من اجي اريد احسب مقدار الـ rate of steam production لازم اخذ نظر الاعتبار مقدار النتائج اللي استحصلتها من فرع بي وليس من فرع اي. يعني هو يعني حتى احسب مثلا مقدار المقدار البخار المتولد اللي احتاج حتى انتج طاقة مقدارها 1000 كيلو جول بير سكند، معناها هو صحيح مجرد انه اقسم ال work out اللي هو مقدار ال capacity لهذه المضخة، عفوا لهذه ال power plant، أقسمها على صافي الشغل الناتج راح يطلع لي الماس فلو ريت اللي هو بعدات الكيلوغرام بير اور. ال work out اللي هو مطنية، طبعا مطنية بعدات كيلو جول بير سكند، واحتاج احولها الى كيلو جول بير اور. يبقى صافي الشغل، صافي الشغل هنا من أجي أريد أحسبه لازم أخذ نظر اعتبار مقدار كفاءة عمل هذه الدورة، الكفاءة اللي أنا حسبتها من فرع بي. فصافي الشغل هو مقدار كفاءة الدورة في مقدار الـ QH. الكفاءة اللي حسبتها من فرع بي للدورة كلها كانت حوالي 29%، في الـ QH، الـ QH اللي حاصل طرح الـ H2 ناقص الـ H1. تمام، الـ H2 ما عندي إشكال بيها، لكن وين عندي الإشكال؟ عندي إشكال بالـ H1. ليش؟ لأنه ال H1 من حسبتها أني من فرع بي، وهذا اللي يعني اشتغلته بفرع بي، هذا اللي بين قوسين يعني أنت تشوفه قدامك، هذا اللي سويناه فرع بي. ال H1 من حسبناها هي H4 زائد مقدار الشغل المنجز من المضخة. الشغل المنجز من المضخة لازم أخذ نظر الاعتبار مقدار كفاءة المضخة اللي هو طلعتها من فرع بي. لهذا من أجي أريد أحسب ال H1 ما راح أخذ القيم مال فرع أي، وإنما أخذ ال H1 اللي حسبتها من فرع بي. فتطلع لك H2 ناقصا H1 اللي هي ال H2 اللي هي 3063، هاي ما تغيرت، ناقصا ال H1 اللي طلعتها من فرع A اللي هو 141.5، فتطلع لك مقدار الماس فلوريت هو 4147. هذا لازم ننتبه لأنه هو من دريد يحكي على مقدار على فشي عملي، بأنه هاي الباور بلانت تنتج لي هل قد مقدار طاقة وش قد مقدار الستيم اللي أنا أحتاجه، فهو ده يحكي على براكتكس يونت وليس على ايديال يونت، بمعنى أنه لازم أخذ نظر اعتبار مقدار كفاءة عمل المضخة وكفاءة عمل التربة. السؤال الثاني، السؤال الثاني أتوقع كان بسيط بالنسبة لكم، وهو كان كلكم الحل مالكم كان بيه صحيح وما شفت بيه أخطاء بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث والسؤال الرابع كان أنا ال internal combustion engine. الأول كان هو عن الديزل والثاني هو عن الأير ستاندرد بايروت سايكل. طبعا هذا السؤال الرابع يعني شفت ما فيه أي إشكال إنه الحل مالكم كله صحيح. كان يحكي عن ال السايكل اللي هي بارتون سايكل،
اللي هو هذا الرسم مالتها بين البرجر والفوليوم، اللي هو من A إلى B ومن B إلى C ومن C إلى D. بالنسبة للمعلومات اللي ناخذها من السؤال، هو منطق قال لك الـ air entering الـ temperature والـ pressure للـ air entering معناها 300 كلفن و 100 كيلو باسكال، يعني هاي ينطق الـ B1 والـ T، عفوا الـ B1 والـ T1. من السؤال طبعا الـ A هي تقابل 1 والـ B هي 2 والـ C هي 3 والـ D هي 4، نفس الشيء يعني لا تريد بقيها بالرموز أو بالأرقام. فمقدار ال B1 اللي هي معطيك إياها 100 كيلو باسكال هي نفسها بي دي اللي هي نفسها B4، ومقدار الضغط قايل لك بعدين maximum pressure and temperature، هو maximum pressure يصير عند النقطة B ونقطة C، يعني مقدار الضغط الثاني هو نفس مقدار الضغط الثالث، هو مقدار 5000 كيلو باسكال. مقدار درجة الحرارة هي حوالي T2 اللي هي TB هنا 1200. هاي مجرد انه ارجع على المحاضرة، والقوانين هي موجودة عندك مباشرة، بدأت تستخدم هذا القانون حتى تطلع مقدار مرة تقول TA الى TB تساوي B الى BB، حتى تطلع مقدار درجة الحرارة او الضغط حسب ما انت شنو اللي تريده. ومرة ثانية ترجع تطبقها بين ال C و ال D، فتقول T C على T D تساوي ل B C على B D جاما ناقص واحد على جاما، وحتى أحسب مقدار الكفاءة أحسبها من هنا. هذا السؤال ما كان بإشكال، أنا شفته وكان صحيح موجود عندكم. بالنسبة إلى السؤال الثالث، السؤال الثالث كان دا يحكي هذا عن الديزل إنجن. مقدار الـ compression ratio متكيه هو 15، والـ pressure والـ temperature at the beginning of the compression stroke هي 100 كيلو باسكال و 300، يعني مطيك الـ B1 والـ T1 هي 100 و 300 كيلو باسكال. ومقدار الـ heat transferred at a rate مقدارها 500 كيلو جول بير كيلوغرام of working fluid per cycle، هاي مقدار الحرارة اللي راح تتولد اللي هي قيمة الـ QH. اللي يريده مقدار الـ pressure والـ temperature بكل منطقة كل مرحلة، يعني بين الواحد والاثنين وبين الاثنين إلى ثلاثة والأربعة إلى واحد وهكذا، وش قد مقدار الـ thermal efficiency وش قد مقدار الـ mean effective pressure. طبعا هذا السؤال هو يحكي عن الـ diesel engine، وشوية بيها اختلاف. طبعا الـ diesel engine الـ cycle مالتها بين اثنين ولا ثلاثة هو at constant pressure، يعني مو at constant volume. بس أنا مش شرحت لك ال diesel engine، وقلت لك بأنه مشيها على نفس ال auto engine، فلهذا من تيجي تحله حليها على بدك تحل السؤال تحله على ال auto engine اللي هي على هاي السايكل من واحد إلى اثنين ومن اثنين إلى ثلاثة ومن ثلاثة إلى أربعة، يعني من واحد إلى اثنين ومن ثلاثة إلى أربعة، دول اثنيناتهم isentropic compression، تغير عندك تغير بالحجم، ومن اثنين الى ثلاثة ومن واحد الى اربعة دول اثنيناتهم at constant volume. كثير من عندكم سأل انه شلون اجي احسب هذه، شلون اجي احسب الـ pressure والـ temperature والـ volume بكل مرحلة في هذه الـ cycle. طبعا هذه عادة استفاد من القانون العام للغازات. القانون العام للغازات باعتبار الهواء هنا انا دا استخدمه كـ ideal gas. فالقانون العام للغازات أنا عندي من واحد إلى اثنين ومن ثلاثة إلى أربعة حسب القانون العام للغازات. إذا كان أنا عندي isentropic compression معناها B1 V1 للجاما تساوي لل B2 V2 للجاما، ونفس الشيء B3 V3 للجاما هي نفسها B4 V4 للجاما. هاي طبعا كلش راح تفيدك انه تقول B1 الى B2 و B3 الى B4، راح تقدر تطلع علاقة بين البرجر بالنقطة رقم اثنين والنقطة رقم واحد مع الحجم بالنقطة رقم اثنين والحجم بالنقطة رقم واحد. هو هنا لما اعطيك الـ compression ratio، وهذا بسهولة جدا عندك تقدر تطلع مقدار الـ B1 والـ B2 حسب المعطيات من السؤال. وأيضا عندك بالـ compression بين الواحد والاثنين عندك T2 إلى T1 تساوي لك جاما القوة، عفوا مقدار الـ compression ratio مرفوع القوة جاما ناقصا واحد. طبعا أول خطوة حتى أحل لازم أحسب مقدار الـ V1 بهذه النقطة، والـ V1 حتى أجي أحسبه حسب القانون العام للغازات اللي هو RT على molecular weight في الـ B في الـ pressure. وانتبه الحجم اللي أريد أحسبه من هنا هو حجم نوعي وليس حجم، يعني لازم أقيسه بوحدات متر مكعب على الكيلوغرام. أطلع الـ V1 وانا عندي اساسا الـ compression ratio، راح احسب قيمة الـ V2، وطبعا انا اساسا عندي الـ compression ratio اقدر احسب مقدار الـ B2،
وتيتو شلون احسبها؟ احسبها من هذا القانون، لانه انا عندي درجة الحرارة الاولى ومتين اياها بالسؤال، فيطلع لك التيتو هي 886 كلفن. من عندها هو مطيك مقدار الحرارة الداخلة والحرارة المتولدة بهذا الانجل اللي هو مقدارها 500، فاقول سي في تي 3 ناقص تي 2، هذا بيش راح يفيدني حتى احسب مقدار درجة الحرارة بالنقطة رقم 3. من 2 إلى 3 هذا كونستانت فوليوم، فمن اجي اطبق القوانين مع ثابتة عن الغازات اقول بي 3 في 3 تساوي لي ار تي 3، واللي هي نفس الشيء اقول بي 2 في 2 تساوي لي ار تي 2، في 2 هو نفسها في 3، فأقول B2 على B3 تساوي لي T2 على 3 3، حتى أحسب من عندها مقدار البريشر بالنقطة رقم 3 اللي هو يطلع لك 7913. أرجع من 3 إلى 4 هذا هو isentropic compression، فأجي أقول B3 V3 القوة جاما تساوي لي B4 V4 القوة جاما، أحسب مقدار ال V4. وأيضا من 4 إلى 1 constant volume تجي تحسب ال V3 إلى V4 هي نفسها متساوية، تقدر تطبق القانون B3 B4 على B4 تساوي لك T3 إلى T4 حتى تحسب مقدار ال T4. يعني هاي بس مجرد تطبيق القانون العام للغازات، شو كنت تستخدم الجاما وشو كنت ما تستخدم الجاما. هاي ما احط لك هنا، انا قايل لك انه من 1 إلى 2 ومن 3 إلى 4 معطل هو isentropic compression، لازم اخذ نظرة اعتبار قيمة الجاما. من 1 إلى 4 ومن 2 إلى 3 ذول اثنيناتهم constant pressure constant volume عفوا، فأقول القوانين اللي هو V2 تساوينا V3 ونفس الشيء V3 تساوينا V1 وهكذا. الفرع الثالث من السؤال كان طالب من عندك mean effective pressure، ما هو مقدار الضغط الفعال؟ طبعا الضغط الفعال حتى احسبه طبعا لازم اخذ من اعداد مقدار الشغل المنتج، يعني هذا الشغل المنتج هو الشغل الفعال الموجود انا عندي، فارجع الشغل قانون صافي الشغل تساوي لي الضغط في تغير الحجم، بمعنى انه البي ام تساوي لي دبليو نت على الفي 1 ناقصا الفي 2، واللي هي صافي الشغل تساوي لي كيو اتش ناقصا كيو سي على في 1 ناقصا بي تي في 2 عفوا، واللي تساوي قيمتها 390 كيلو باسكال. وفي الشغلة اللي لقيت بعض الطلاب يغلطون بها، ترى هذا الحجم من هنا بحسب القانون الشغل تساوي للضغط في الحجم، هذا مو حجم وحدات حجمية وإنما هو الحجم النوعي، يعني يا إما وحدات متر مكعب كيلوغرام أو سات متر مكعب على غرام. لهذا قلت لك من تيجي تحسب ال V1 أو V2 تيجي تحسبها من قانون عام الغازات، تطلع بوحدات حجم نوعي وليس بوحدات حجم. طبعا هذا ايضا راح يذكرني بوحدة من الاخطاء اللي شفتها بالسؤال الاول، كان بالسؤال الاول حتى تجي تحسب مقدار الشغل الناتج من اللي تحتاج المضخة W، W يعني عارفة انه هو الحجم في عفوا الشغل هو الضغط في فرق الحجم، ترى فرق الحجم هذا اللي تطلع انت هذا ال V اللي تطلع انت من الجدول هذا ايضا حجم نوعي، لازم تنتبه على تحويل الوحدات، لانه هو من الطلاب شفتهم ما ينتبه الى تحويل الوحدات، يعني الضغط خصوصا بعد السؤال الضغط كان هو مقاس وحدات الكيلو باسكال، والحجم النوعي اللي انت تطلعه من الجداول تطلعه بوحدات غرام على سات متر مكعب على غرام، بتحتاج الى عمليات تحويل وحدات والتناسق حتى يطلع لك الشغل، بحيث انت لو تباوع على الرقم اللي تطلع من قانون من الشغل اللي تحتاج المضخة لقيت اكو رقم مكتوب 2800 شغل او شغل يعني كيلو جو كيلو غرام 2800 شغل تحتاج المضخة، يعني هذا رقم غير منطقي وغير معقول. عادة الشغل اللي تستخدم المضخة يا ما هو 2.834 كيلو جو بكيلو غرام، اوكي، فانتبه على تحويل الوحدات بكل الاسئله من اسئله الثرموديناميك.